مساء الخير، ازيكم؟ منورين والله، ويا رب دايما منورين، ويا رب ايامكم كلها حلوه والساعات الماضيه من اليوم تكون لطيفه، محدش زعلكم، ويا رب الحبه اللي هنقعدوا مع بعض دول الساعه دول يكونوا حلوين ويسيبوا عندنا انطباع لطيف كده. انا اسمي سعد وده اسمه العود، فقلنا نعمل سعد العود، واحنا في الحقيقه مش جايين النهارده عشان حفله، انا جاي اقعد معاكم شويه. ما تعتبرونيش النهارده فنان جاي اسمعكم شويه اغاني انا ابن خالتكم. قاعد معاكم في تجمع عائلي، هقول لكم شويه اغاني كده عارفينها، ومعايا برضه ولاد خالتي النهارده هيشاركوني اعرفكم عليهم كمان شويه. اول اغنيه هنبداها النهارده، كل الاغاني معروفه بس عندنا طلبين قبل ما نبدا، سامعيني؟ اول طلب يا ريت نغني مع بعض على قد ما نقدر، احنا جايين نفك مع بعض، صح ولا ايه؟ طب اللي جاي يفرح يسمعنا ايه كده؟ هيبقى عندنا طلبين، نغني مع بعض، والطلب التاني اي حد عنده مشكله في الشغل، مشكله عائليه، مشكله عاطفيه، يتخطاها الحبه دول. تمام؟ طب سمعونا هي تاني كده لو تمام؟ اول اغنيه هي اقرب اغنيه عندي وهي اغنيه من سنه 1800 وحاجه، واغنيه مصريه اصيله. تعالى نشوف كام تحضرها معانا ولا لا؟ يا جميل اللي نسيني اللي بضاع الهجر كوي، يا جميل اللي نسيني اللي بضاع الهجر كوي، اسمك في يوم يا جميل وراعيني عيني من كتر شوق الهجر كوي، اسمح بيوم يا جميل وراعيني عين من كتر شوقي ليك ما بنام، يا سلام عليك بتسوق في دلالك والشقرا بيدق في جمالك، يا سلام عليك يا جميل يا اللي نسيني